بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متابعي ومتابعات الوكالة العقارية تيسير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذا العرض الجديد. أولا رمضان مبارك وعواشركم مبروكة، ونتمنى تكونوا بألف خير. اليوم متابعينا الكرام كنتواجدوا في النواحي ديال الأكوراي في هذه الأرض ما شاء الله المباركة الرائعة جدا ما شاء الله، اللهم زد وبارك. كما كتشاهدوا هذه الارض المنبسطه زربيه محفظه وجات على القدرون، ومنطقه يعني فلاحيه بامتياز، والتربه جد خصبه كما كتشاهدوا، وفيها دابا دايرين فيها الثومه ودايرين فيها نقله البصله، فما شاء الله اللهم زد وبارك. يعني منطقه بالماء بامتياز، فالمساحه ديال هذه الارض الرائعه جدا 8 هكتارات محفظه جات على القدرون. فبالنسبه للناس اصحاب الاستثمار الفلاحي، الناس كيقلبوا يديروا مشاريع ديال لي فيرم اغريكول، فهذه فرصه عقاريه لا تعوض. فما شاء الله اللهم زيد وبارك. كما كتشاهدوا ارض زربيه والمنطقه ديال الماء والتربه ما شاء الله اللهم زيد وبارك. واي حاجه الارض اللي كتكون مغروسه فيها البصله او الثومه فهي مؤشر على وجود المياه الجوفيه بواحد الوفره ولله الحمد. اذا المساحه ديال هذه الارض المباركه 8 الهكتارات تيتري، ومرحبا بكم متابعينا الكرام اللي بغى يزورها عن قرب ويشوف هذه الارض الرائعه، فمرحبا به على الوكاله العقاريه تيسير. يتواصل مع الرقم الهاتفي المعتمد 0676 98 84، 0676 98 84، سواء عبر الهاتف او الواتساب. فكما شاء الله اللهم زد وبارك. التربه الخصبه اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كما شاهدتوا التربة جد خصبة، يعني اللهم زيد وبارك. هذا ما يقول الإنسان أمام هذه الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى، اللهم زيد وبارك. بالنسبة للمزيد المعلومات تواصلوا معنا على الرقم الهاتف المعتمد. ومرحبا بكم متابعي الوكالة العقارية تيسير، ما تنساوش الاشتراك في القناة، غتكون عروض جديدة في هذا الشهر، شهر رمضان شهر الخيرات والبركات بإذنه سبحانه وتعالى. بالنسبة للثمن ديال هذه الأرض هو 30 مليون سنتيم للهكتار الواحد، وجات على القدرون متابعينا الكرام، يعني رائعة جدا وزربية ما شاء الله. إذا إلى عرض عقاري جديد متابعينا الكرام، لكم منا كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.